رجعنا لختام برنامج الماتينال وكما تشوفوا البنات روعة لافيش نتاع برشلونة تقولش علي حطولي على 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 ذوقي انا معناها الديستيناسيون الجاية ان شاء الله يا ربي يا ربي كان كتب برشلونة وي عندك ما تشوف راهو بالحق بلاد مزيانة برشا ايه؟ ناسها قراب للروح التونسية سانسيرمون ايه؟ الاسبانيول معناها ايه؟ كيفنا ايه؟ كما تشوفوا لي بيغتال هي اول مزود للعمرة كيف كيف خمت في العباد اللي تحب تمشي دوطخ ديستيناسيون كيما برشلونة شوف درا قداش تعطي من الاول 470 هيدا 470 عاد كل العرف تقولي لي انا ولا قولها خلصت البارح خلصت البارح ولا ما تقول هات 470 الف مليون وبعد 300 الف على 5 اشهر بيان سور نعاود نذكروا بالرقم اللي تتصلوا به سوى للعمرة ولا البرشلونة اللي هو 71 90 56 56 اي ميرسي بوكو مسيو كاليتي انا نحب نرحب بمسيو مهدي غراب مرحبا بك سيدي نرحب بكم برشا شكرا على الاستضافه ونرحب زاد بالناس اللي يتفرجوا فينا الكل ça fait un grand plaisir باش نلعب هكا عبيد هكا سوريون واكويون مرحبا حتى انت زاده من بعد بعد كي نضيفوك على الماكله نزيد تفرح بين الحضارات مازال مازال الجو مهدي عمرك 23 سنه ماكش عامل موسيقى قريت موسيقى قريت موسيقى قريت موسيقى احكي لنا شويه على مهدي باهي عرفت السؤال باقتضاب بيان سور مهدي نقرا دوزيام اني ماستر اون ايكونومي مونيتير اي بانكير بون بعيد على الموسيقى القرايه نتاعي معناتها معناتها تو سكي قرايه وكل بعيده شويه على الموسيقى قريت موسيقى كونسيرفاتوار قريت عند مدام امينه صرارفي اي حيوها حيوها برشا خاطر هي اول وحده معناتها امنت بالموهبه نتاعي واعطتني معناتها لا بوسيبيليتي اللي هي راهو شهاده كبيره مادام مادام امينه اسرار في امنت بيك معناها ما عندناش ما نناقشوا بالحق سيريوس في الحوار نغني في سي با ان ستيل معناتها جديد برشا على خاطر الغنيات معناتها غنيات لوريونتال اللي نسمعوهم والاوكسيدونتال اللي نسمعوهم الكل جوست لارانجمون جديد والكونسيبت نتاع نتاع الحكايه كله جديد كيفاش معناتها في الـ في الـ معناتها في الغنيه ما فماش تروب ما فماش جروب ما فماش فرقه فما ان دي جي ان دي جي اللي هو معناتها نخدموا مع بعضنا تو سكي ارانجمون نتاع الغنيات نتاعنا تو سكي لي ماشاب توا معناتها كيما خارج دارج برشا في دونك لي ماشاب معناتها تغني غنيه عربي وغنيه غربيه اي غنيه عربي ولا غنيه عربيه والا غنيه غربيه معها غنيه غربيه اخرى تدخلوا مع بعضهم فوالا دونك احنا كلمة معناتها نقولوه بالتونسي يقولوا كوكتيل 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 سي سا فوالا المشاب والله اخترنا معناتها الكونسيبت هذايا على خاطر سي ان كونسيبت جديد معناتها اون شيرش توجور معناتها تشوفوا ديما ندخلوا للغوشيرش ميوزيكال عندنا اكثر اكسي معناتها سي بلو فليكسيبل باش تخدم مع ان دي جي فهمت اللي هو دي جي شارك معاه دي جي شارك اي معناتها سي بلو فليكسيبل باش نخدموا مع بعضنا نطلعوا حاجات مزيانين على الاخر نخدموا تو سكي معناتها نعملوا ان سبيكتاكل بيان اكيليبري معناتها كي يجي عبد باش يتفرج يسمع فوالا يلقى تلقى الحاجات الترابيه تنجم تسمعهم تلقى معناتها الحاجات اللي تو نسمعوا فيها معناتها المودرن العربي المودرن لورينتال مودرن تو سكي اوكسيدونتال ديجا حتى تو نشوفوا معناتها في المهرجانات حتى المغنيين ولاو معناتها الكبار معروفين عندنا في تونس ولا يجي يعمل لك معناتها بارتي فيها الاوكسيدونتال بارتي فيها غنيت نتاعو بارتي فيها الغنيت اللي يعملوا جو للعبيد معناتها تو سكي التونسي نتاعنا معناتها ينوع هكا باش يبدا سبيكتاكل معناتها كامل فهمت خاطر ديما اون شيرش معناتها اون فيز لا ساتيسفاكسيون تاع العباد اللي باش يجيو الكل خاطر ما نجموش نحدوا هذوما اللي يحبوا الحل ستيل هذايا هذوما يحبوا ستيل هذايا دونك اسمعني خويا انا سمعتك دونك انا الوغ تو سكي ماشاب تو سكي ميوزيك دو فيزيون ميوزيك دو موند فريمون جادور ونسمع برشا اي جو كوني مثلا دنيا اخرى اللي في تونس طالعين اي جو تروف كو سي اون توندونس في تونس ولات خاطر انت قلت حاجه جديده ولا مو جو تروف كو سي اون توندونس دوبي 2011 من الثوره بدينا نراو في عباد كي فون سا لكن لا كيستيون كو جو مو بوز توجور كيف نحضر دون سو جون دو كونسير اي كون جو فوا سو جون دارتيست جو مو دي ومن بعد C'est-à-dire, quand tu me dis, eh, je n'aime le spectacle, je n'ai pas un spectacle Kemel. Mais le fait de trouver un DJ avec une personne qui chante, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque.
نلقى اللي حاجه كي مانك. شو معناتها؟ مثلا دوا ولا فما سكون ابل لو في جيينغ، فيديو جيينغ، معناتها باش تكمل السبيكتاكل نتاعك تشوف فيديو قاعده تتعدى من تالي، خاطر لا بريزونس نتاع زوز عباد هكاها، واحد ان دي جي بحذاه شكون يغني، صحيح تابلو تابلو. فوالا، سو ني با فريمون ان كران تابلو. اي سو كو جو معناتها كيف ما قلت لك من بعد، اي بور توا ميم جو بوز لا كيستيون لمهدي خاطر انت ضيفنا اليوم، انت مهدي من بعد كيسكو تو فا فيغ؟ اسكو تو فا ريستي في لي ماتش اب باش تقعد مع دي جي شارك ولا ترا في رؤيه اخرى؟ مسطر حاجه، محضر حاجه. تقول لي هو يجي يهز بشويه. لا يقول لك انا نكمل مع دي جي، مي لو دي جي اوسي ديفيان في جي، يترافاي سور لي فيديو مثلا. جبت له خدمه الراجل باهي. عطوا نقعد معاه من بعد. شاركوا نحكيو ونحكيو. تخي بيان. توا باش نجاوبك على البارتي الاولى نتاع السؤال. البارتي الاولى هنايا اللي هي قلت لي على الماتش اب. انا جو ترافاي با سولمون سور لي ماتش اب. تخي بيان. علاش؟ على خاطر فما غنايات ما نجموش ندخلوا عليهم ماتش اب. ديجا هي الاغنيه فيها معناتها لارانجمون تنجم تخدم عليها هي ارانجمون في ذات نفسها. تو نا با بوزوان معناتها اون نا با بوزوان باش ندخلوا عليها اغنيه اخرى. فهمت كيما ان شاء الله بعد تسمع اغنيه باش تكون معناتها فيها شونجمون في نجمو معناتها اون شونج با لارانجمون اون شونج مثلا لا لونغ نكونو نغنيو عربي نغنيو في نفس الاغنيه نغنيو اون فرونسي فوالا مترجمه فوالا توا نجيبك على السؤال الثاني اللي هو شنو من بعد فهمت من بعد احنا هني قلت لك احنا قاعدين ساعه نخدم على تخوا زاكس اللي هما لاكس لوليني اللي هما اللي هو لارانجمون لا ريشيرش ميوزيكال لاكس الثاني اللي هو معناتها البريزونس بريزونس كيما قلت لي انت ان دي جي افيك ان شانتور تحس لا السين معناتها فارغه فهمت دوكو هذه هي معناتها كيفاش نقولها معناتها الخدمه نتاع الشانتور وقتها باش يعبي كالسين هذيك اللي عنده يكون اون بيت دو سين فوالا فهمت سيغتانمون معناتها كي يوغا معناتها اون ايفوليسيون خاطر بيسكو فما دي ريشيرش سيغتانمون يوغا اون ايفوليسيون فهمت دونك او فور اي ميزور ان شاء الله بقدر ربي نزيدو نعملوا حاجات باهيه فيست اللي هي معناتها تظاهره تصير في تونس كل عام يستعملوا توسكي الكترونيك ومع الموسيقى الالكترونيه زاده وتوسكي 3 دي فوالا معناتها فكره تنجم صحيح ديجا توا معناتها الفنانين كلهم ولاو يخدموا افيك ان دي جي معناتها توا حتى لي فيديو حتى في 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 المهرجانات معناتها الفنانين اللي يجيونا يجيو ديما معاهم ان دي جي خاطر توا ولاو يخدموا برشا على لا ميوزيك الكترونيك لا ميوزيك الكترونيك ما ينجمش تخدمها تروب دونك الى بوزوان دافواغ ان دي جي معاه باش يخدم معاه في كيما شاهدت لك ريقك يا مهدي دونك انا باش نحل ريقك خدم على روحها خدم على روحها وشدي ريقك احنا نمشي هيا لله صباح الخير وصباح الفل الناس الكل مرحبا بكم في اجندا الماتينال نهار 3 2 اكتوبر وين باش نتواصلوا ونواصلوا مع ليفينمون اللي بدينا فيه البارح واللي حكينا فيه البارح اللي هو سامر سكول جربه توريزم بتوين بيتش اند كالتشر حبيت نفكركم بيه دونك ليفينمون هذايا منظمته لانستيتيو سوبيريور دي زيتود تكنولوجيك المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بجربه باش هي ندوه بدات من 1 اكتوبر تتواصل 5 اكتوبر في جربه وين باش يحكيو على لو توريزم وعلى كيفاش السياحه باش تتطور من هنا ل 2030 نمروا لليفينمون الثاني اللي في نفس السياق اسمه جرين ليكتور جرين ليكتور او قراءات خضراء نيميرو 2 سور لو بلاستيك ان تونيزي يتنظم هذايا في اوتيل افريكا موجود في شارع حبيب بورقيبه باش تكون كيف التيتر نتاع ليفينمون باش نحكيو على تو سكي بلاستيك وكيفاش قاعد يهدد في الارض نتاعنا في الانفيرونمون نتاعنا باش نحكيو في السوجي هذا ديجا فوالا دونك في الندوه هذيا باش نخمو جميع باش يكون فما محاضرين باش يكون فما نقاشات افيك سي كونفيرونسي كيفاش نجمو نحطوا نهايه للبلاستيك اللي حيت بينا في العالم ليفينمون الثالث ليفينمون الثالث في سوسه نمشيو لسوسه وين نلقاو افريكان بارتي دونك الحفله الافريقيه كيف ما تراو في التيتر نتاعها باش نلقاو دونك اون موزيك افريكان باش نلقاو دي جي باش نلقاو كيف كيف دي دانسور سي ان ايفينمون كبير باش يصير في سالون سوسا اي سا فا اتر مع 9 نتاع الليل الليله نختموا مع اخر ايفينمون اللي هو سي ان ايفينمون فار دو لا سمان واحسن ايفينمون وين باش نلقاو فوالا دونك هذايا البلاغ باش نحكي لكم شنو هو ليفينمون هذايا سو ني با
فريمون ان ايفينمون كولتورال، اما حاجه حبيت نجيبها معناتها نقدمها للساده المشاهدين اللي هو كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس 9 افريل تمكن كل الطلبه في تونس اللي كي سونت انسكري في اي فاكولتي في تونس انه يعمل تكوين في اللغه. اللغات هذوما هما اللغه التركيه، الاسبانيه، العبريه، الفارسيه او اللاتينيه او الايطاليه، معناتها انت تقرا في اي قرايه ايكونومي جيستيون فرونسي ايطاليان تحب تزيد ديبلوم اخر للديبلوم نتاعك il suffit de s'inscrire تمشي للسيت نتاع الجامعه هذيا تدخل tu t'inscris donc يوفا الديدلاين هو نهار 7 اكتوبر اذا يتم قبولكم في اللغه اللي باش تعملوها باش يكون التكوين بلاش فلوس لمده عام وين في اخر العام تعديو اكزامان وتاخذوا شهاده دونك تمشيو على الباج نتاع جامعه العلوم كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس هي 9 افريل ولازم تكون مترسم في اي فاكولتي موجوده في تونس دونك هذا كان ليفينمون اللي حبيت نقولوا للناس اللي تحب تتكون في اي لغه وما عندهاش فلوس دونك سا سي غراتوي سي في بار ليتا نتاعنا وجامعه 9 افريل دونك كانت هذه هي الاجنده الماتينال لنهار 2 اكتوبر نهار الثلاث ونتقابلوا غدا نهار الاربعاء في اجنده جديده كاو اربع اخبار كاو شويه مش باش نخلص اطلبوا لي المنتج هكا خلصت البارح اطلبوا لي المنتج ليفينمون الاخرين يسوى 10 اطلبوا لي المنتج ليفينمون الاخرين يسوى 10 ايفينمونات معناتها لو فيت دو ديغ سا فوالا لو فيت دو ديغ سا بالفات خاطر ما يقولوش معناتها مش موجود في ليزيفينمون كيسيغتو اللغات اللي قاعدين باش يدربوا فيهم الحاجات ممكن بون ايطاليا والاسبانيه نقراوها ساعات في الفرنسيه فما تركيا فرنسيه فرنسيه لاتينيه فوالا دونك يعطيك الصحة حبيبة نفدلك معاك نقصوا له 20 عارفة ساج هذا برك مازال مازال تشوفوه دونك ميرسي بوكو البنات دوغا عندك غوميرسيمون بيان سور عندي غوميرسيمون كبير برشا الالوات البوتيك اللي تلقاوها في النصر بوتيك الالوات كيما قلت لكم المرة الأخرى وكل مرة نعاود راهو تلقاو فيها أي حاجة تحبوا عليها حوايج نتاع صغار حوايج نتاع كبار صبابط سيكان اكسسوارات امبوسيبل تخرجوا من بحذاء وما تكونوش راضين سينو تنجموا تدخلوا باج فيسبوك الويت وتعرفوا شنو الكونسيبت نتاع الويت. انا عندي غوميرسيمون عندي غوميرسيمون لراجلي اليوم كساك هو والله راجلي اللي ديما شهرتي مش مزازيتني هو يعطيني بالفلوس مازال باش تنقص فوالا خاطري نقصوا لي فيها ونحب نشكر ماما برشا برشا اللي ديما ان فيت نحب نقولها هذا اللي ماما ديما ان مكريتيك قبل ما نخرج تقول لي لا هذيك خايب لا هذيك باهي لا هذيك درا شنو هكا دونك نبوسهم برشا وجو لي غوميرسي يعطيك الصحه ميرسي بوكو لنات نحب نشكر بوتيك الو بوتيك الحوايج الو في طريق سكره تلقاو فيه حوايج الصغار والكبار للنساء والرجال صبابط والسيكان والاكسسوار كل شيء كيف كيف نحب نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج في العوينه امشوا شوفوا لي بروموسيون الموجودين ونحب نذكر ديما انه باك ستيج سونتر ديستيتيك نساء والرجال نرجو راجلي تقول لك من بعد نشكروا بي نعملك يا حبيبه بي نشكر راجلي اللي باش ينقص الفلوس لحبيبه نحب نشكر مهدي غراب مرحبا بك يا سيدي عايشك انا نشكركم برشا على الاستضافه ميرسي سوفي ان كرون بليزير اليوم شفتكم وان شاء الله نتقابلوا مره اخرى عندك شي حفلات سهرات كاين نعملوا لك والله بوغ لو مومون لي قاعدين توا نخدموا اكثر على معناتها توا عندنا البيريود هذه خليناها باش نخدموا اكثر على حاجات برودكسيون معناتها نتاعنا فهمت حاجات نخدموهم احنا فهمت دونك قاعدين توا البيريود هذه نخدموا برشا معناتها فريمون باهي مهدي مرحبا بك في كل وقت كل ما عندك جد مرحبا تدلل عايشك شنو باش تغينا توا؟ اتحدى العالم اتحدى العالم باهي خليه يتحدى العالم نخلي مهدي يتحدى العالم واحنا نقول لكم بسلامه تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني ودلوقتي فات وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك اتحدى العالم كله معاك
سيبني أعيش إحساسها وراء. أتحدى العالم كله وأنا وياه، وبقول للدنيا حلها إن أنا بهواه، وإن أنت حبيبي وقلبي وروح معاه. قربني سيبني أعيش إحساس هواه. Banni d'une autre chance, être maudit par la souffrance. Tout cet oubli, ce lent silence, tout est fini, la belle romance. Être banni d'une autre chance, être maudit par la souffrance. À la fin des temps, à l'éternité, la brise, les fleurs, leur mille couleurs, leur temps départ, sans un espoir, une lueur. J'implore en vain une caresse, un ultime refrain. À toi tes dieux, tes anges gardiens, je jure amour à la vie de la fin. Je chante, je prie, j'implore en vain une caresse, un ultime refrain. À toi tes dieux, tes anges gardiens, je jure amour à la vie de la fin. À la fin des temps, à l'éternité.